مساء الخير واهلا وسهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده وبرنامج انت احلى. النهارده يوم الاحد وبكون دايما معاكم كل يوم حد ويوم اثنين الساعه من الساعه 6 ل 7، والعاده بتكون يوم الاثنين والثلاث الساعه 11 الصبح. خصوا معايا اكتر صفحتي على الفيسبوك امينه شلبايه. والنهارده في اخر البروجرام هنفتح التليفونات، لو عندكم اي اتصال اي سؤال اي استفسار اكيد اتصلوا معايا في فقره الاسئله والاجوبه في الاخر. وابداي ابعتوا لي دلوقتي على صفحتي امينه شلبايه كل الاسئله اللي انتم عايزينها. النهارده هنبدا بفقره فستان الاسبوع، والنهارده مش هكون لوحدي في فستان الاسبوع، هتنورني الستايلست ياسمين يسري. والنهارده هي جايبه لنا كولكشن تجنن من مصممين مصريين، وحقيقه انا مبسوطه من الهدوم والاوتفيتس اللي انا شايفاها. النهارده هنتكلم على حاجه مهمه قوي، هنتكلم على ازاي الواحده تختار الاوتفيت الصح على حسب شكل جسمها، وازاي كمان نقدر نخفي عيوب جسمنا بالوان ومش بالشرط يكون لون الاسود. فبليز سابوا الفقره دي لان فعلا هتعلموا منها كتير. بعد كده هتنورني في الاستوديو خبيره الميك اب دينا عادل، والنهارده دينا برضو هتتكلم على حاجه يمكن طلبتوها مني كتير جدا، وهي ازاي نعمل كونتورنج للوجه، ازاي برضو نخفي لو في دفوهات او عيوب في الوجه، وازاي نبرز كمان محاسن الوجه. هي هتعملها لكم بطريقه بسيطه جدا بحيث فعلا نقدر نتعلم وما نعكش كتير في الكونتور اللي بنعمله لنفسنا في البيت. واخر فقره زي ما قلت لكم فقره الاسئله والاجوبه. ايه رايكم نروح لياسمين على طول؟ مساء الخير يا ياسمين، ازيك؟ عامله ايه؟ كويسه؟ الاول انا حابه اشكر ياسمين في البدايه ان هي اللي ملبساني النهارده، هي اللي مختاره لي الاوتفيت. اوتفيت يعني مين الديزاينر؟ برديس. برديس. برديس اه. دول ديزاينرز بقى انا لازم استضيفهم حقيقي. وكل كولكشن دي ديزاينرز مصريين. كلهم. كلهم. بالظبط. طيب ياسمين، زي ما اتفقنا احنا النهارده عايزين نعتبر نفسنا في محل. اوكي. وعايزين نساعد الناس تختار الهدوم على حسب شكل اجسام. بس خلينا الاول ياسمين نعرف ايه اللوك بتاع السنه دي؟ يعني اللوك السنه دي ايه؟ اللوك السنه دي الفلورال اللي هم الورد اللي هو فروم هيد تو تو، تلبسي من فوقك لتحتك ورد. السترايبس اللي هي مش سترايبس كمان المخطط الرفيع، لا اللي هي السترايبس المقلمات اللي هي تبقى عريضه وتبقى الوان برايت كولرز. البناطيل اللي هي الواسعه زي اللي زي اللي انا لابساها ديت، بس البناطيل ديت برضه هنتكلم عليها ان هي مش متلقش على اي حد، على اي حد. أكيد. الالوان الفاتحه اللي هي ممكن احنا معانا باليت الوان، ممكن كمان نشوف باليت الالوان. يعني الالوان زي الوان كوكتيل اللي انا لابساه ده السنه دي. ده كل ده يعني كل حاجه من اللي انا لابساها السنه. أيوة. دي كالوان موضه. بالظبط موضه. اوكي بالظبط. بالظبط اللي هو اليالو اللي هو مش يالو صريح، اللي هو بريمروز يالو اللي هو الاصفر مدي مسترد على اصفر شويه. احنا معانا يا جماعه لو سمحت ممكن نشوف حالات الالوان عشان الناس تفهم اكتر معانا. كل دول الوان الموضه بتاعت السنه. بالظبط بالظبط. الوان حلوه، الوان صريحه نوعا ما. أيوة. يعني الوان، وان الحد ان الشطاره او ان هو ان زي الواحده ممكن تلبق الالوان دي مع بعض، وتقدر برضو ان هي تخبي العيوب بالوان تانية غير اللي هو غير الاسود. زي ما قلت الاول الناس دايما ياسمين فاكرين عشان اخبي عيوب لازم يكون لون اسود. لا بالظبط. يعني أوكي. هو الاسود ملك الالوان وحلو وكل حاجه، بس هو يعني ازاي ان انا ممكن اخلي الاسود يبقى لون فرايح شويه. يعني انا دايما ضد الاسود زي اللي هو اخبي بيه عيوبي، جنابي العريضه او صدري العريض او الكلام ده كله. ان في ناس ساعات بتلبس ضيق قوي فيبان عيبها اكتر، حتى لو هي لابسه اسود. مش شرط خالص. فلا فانا بحب اللي هو الغوامق. يعني في الوان غامقه زي الرويال بلو، زي الاخضر الغامق، زي ممكن الرمادي، كل الحاجات دي تداري. وانا متهيألي ياسمين ما هوش لون بس، انا متهيألي هو لون وقصة تساعد وقماشة كمان. يعني بالزبط. هي كوكتيل ما بين حاجات كتير، ما هوش بس اسود زي ما انت بتقولي فستان تايت وليكرا. وانا مثلا زي هو كل حد بيبقى كومفورت زون خلاص. بدل انا لايق عليا اسود، والاسود سهل انه بيلايق عليه كل حاجة. كل حاجة. ياسمين احنا معانا برضو باليت الوان تانية للسيزن اللي جاي. بالظبط. لاوتم وينتر صح؟ لو ممكن نشوف الالوان الثانية دي. ده الشتاء. هي تقريبا تحسيها نفس الالوان بتاعت
السمر والسبرينج 2017 بس اغمق بقى عشان تليق على الوينتر ويعني في طبعا بس هيبقى في تركواز في الشتاء يعني ده لون برضو مش متعودين عليه في في الشتاء بس في الجراي بس هو يعني الفاشن تحسيه ترند وماشي دايما هو كولرفول يبقى يعني شتاء صيف كل حاجه لازم يبقى فيها الوان ما يبقاش برضو نبيتي غامق ولا الاسود ولا الحاجات اللي هو الشتاء يبقى لازم ابقى الوان بالظبط. طيب ياسمين خلينا نبدا حاجه حاجه خلينا انا وانتي في الاواخر لان هنتكلم على الاوتفيت بتوعنا أوكي. بس خلينا نبدا بالاوتفيت اللي على المانكا. اولا حاجه زي كده ياسمين يطرح بيها فين؟ ده ممكن يطرح برانش اللي هو البريكفاست اللي هو المتاخر اللي هو بيبقى على الساعه 12 واحده ممكن يطرح برضو اللي هو غدا مثلا على الساعه برضو 4 5 ممكن في الصيف برضو نقعد بيه في مثلا نخرج برضو الخروجات اللي هي بتبقى على المطاعم اللي على البحر الحاجات دي طبعا يعني احنا هو ده اوف شولدر هو دوت للاور جلاس اللي هو جسم الاور جلاس اللي هو الجسم اللي هو بيبقى المثالي لاي واحده وان احنا كلنا نبقى نفسنا يبقى جسمنا عامل زي الاور جلاس يعني لما بنختار لبسنا بنختار اللبس عشان يبقى شكلي اور جلاس اللي هو منطقه الصدر بتبقى زي الارداف بالظبط وهو وسط اللي هو برده ممكن نشوف الصور. طب هسالك سؤال يا ياسمين طبعا هو هيليق معاه جدا لكن الاور جلاس دايما الوسط بيبقى حلو قوي سعر رمليه ليه مثلا ما اخترتيش حاجه تبقى فيها حزام او تبرز الوسط اكتر ليه؟ هي اصلا جسمها باين يعني هو جسمها باين بس انا بس انا يعني الرافلز وعملت لها هنا برده ما هو الكروس السكيرت الكروس ديت واللون الابيض ما ده برده باين اللي هو وسطها وسطها هيبقى يعني انا برده مش مغمقه الحته دي يعني لا انا بينت لها الاور جلاس على بعضه يعني هنا حطيت لها رافلز وهنا حطيت لها وهنا لبست حاجه فيها رسومات وكده فباين ان هو لا باين تقسيمه الاور جلاس وعايزه اقول ان دوت من مصممه اسمها علا يعني ده برضو ديزاينر انا مبسوطه بيكوا الكل بجد اللي ياسمين اخذت منهم الاوتفيتس ان بحييكوا اوتفيت انا شفتهم طبعا قبل الهوا فبجد انا مبسوطه وحاسه ان احنا فعلا يا جماعه مش هنحتاج نشتري حاجه من بره بعد كده بجد كواليتيز كاتس كل حاجه حلوه بالظبط طيب فده هو ينفع الساعه الرمليه لان الساعه الرمليه في تناسق ما بين السد والارداف الايديال الايديال بس سام تايمز بيميلوا سنه للملء لو واحده اور جلاس مليانه سنه برضو تختار لها حاجه زي كده لو مليانه سنه ممكن بقى يعني ممكن تلبس مثلا اللي هو برده على واسع ممكن تلبس اللي هو الكروس الراب دريس الراب دريس دوت برده بيليق على الاجسام كلها اللي هو بيتلف على بعض المهم نبرز الوسط بالظبط نبرز الوسط والراب دريس ينزل اي لاين شويه علشان يغطي الجناب وفي نفس الوقت هيعمل لها برده الشكل اور جلاس بتاعها. طيب خلينا نمسك الاوتفيت بقى اللي بعده ده الاوتفيت اللي بعته دوت للبير شيب اللي هو شكل الكوميترا انا اخترت توب شكل الكوميتر ده اللي هو بيبقى رفيع من فوق بيبقى رفيع من فوق ونازل على ده اغلبيه اجسامنا كمصريين ده العالم كله العالم ده الكومن ده الكومن بادي شيب في العالم كله اللي هو من فوق رفيع ومن تحت عايزيني اساعدك انا ممكن احط ده هنا كده اوكي خليني امسك امسكي انت السكيرت كده وانا ممكن اعمل هما شكلهم عشان خدي انت السكيرت. طب خلينا نتكلم على التوب الاول التوب ليه اخترتي فيه كرانيش وحاجات كده عشان هي من فوق رفيعه فانا عايزه ان هو لا ما انا بالنسبه لي الايديال بادي شيب اللي هو الاور جلاس فانا عايزه امله فوق اوكي امله فوق وبعد كده تنزل على الوسط اللي هو الرفيع اللي هو عندها اوريدي وبعد كده البسها سكيرت اللي هو اي لاين طبعا السكيرت السكيرت ديت من ديزاينر برضو سلمى حلمي والتوب من ديزاينر اسمها دنوش برضو هي دنوش حاجتها كاجوال فانا فالاي لاين هينزل من هنا ضيق هيداري شويه من الجناب بتاعتها وينزل على واسع برضو هيداري كل المنطقه داريت كل ده. طب سؤال دلوقتي النقشات معروف ان هي شويه بتعرض ليه اخترتي سكيرت بنقشات عشان غامقه ما تحرميش حد بالظبط ما هو البرنت موضه يعني الباترنز موضه انا مش هلبس برنت عشان انا مليانه او لا انا برضو هرجع للكومفورت زون بتاعي لا البرنت او الحاجات الباترن برضو فيها ازاي تختاري الباترن اللي ليه على جسمك برضو الخلفيه بتاعت البرنت بتاعك ما هو البرنت لو غامق لامم جسمك حجم البرنت نفسه كبير او صغير ده برضو هيأثر على شكل الجسم
فكل ده بيبقى مع بعضه بيدي في الاخر بقى ازاي انسقه على لكن على المهم دايما الكمثرى مفضل افتح من فوق ما من تحت. لكن برنت زي ده يا جماعه دايما احنا بنقعد نقول لا انا مش هلبس برنت عشان ممكن يعرضني، لا برنت زي ده مش هيعرض، خصوصا كمان لو فوق فاتح ف موسع او بالزبط. مكبر بمعنى اصح. ولو بقى يعني في البنطلونات اللي مثلا لو للمحجبات او كده اللي هو بيبقى البنطلونات اللي هي بقى بتبقى البوت ليج او الستريت ليج اللي هي بتبقى نازله على 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 دغري على بالظبط، واللي هو الجاكيت بيبقى السوليد جاكيت علشان برضو ندي ديفاين ويست و بالظبط. اوكي ناخد اللي بعده، خليكي اتفضلي. اللي بعده ده الابل اللي هو شكل التفاحه، اللي هي بتبقى مليانه في الحته دي كلها من الصدر بالظبط الصدر وهنا في البطن. انا متهيألي دي من اصعب الاجسام بصراحه، من اصعب يعني الاجسام ما عندهاش يعني ديفاين ويست ما عندهاش ديفاين ويست وعندها الشولدرز او الباستر بيبقى شويه التورس بتاعها هنا وبيبقى شويه عريض ونازل شويه برضو على العريض بس مليانه برضو فهي دي بيبقى احسن حاجه ليها. يعني مثلا السليبرتيز مثلا اوبرا وينفري، اوبرا وينفري دايما بتمشي او بتلبس الحاجات اللي هي الراب دريس او اللي هو الكروس اللي هو برضو يديها وسط وينزل على اي لاين فمغطيه. بس انا اخترت النهارده اللي هو الاي لاين دريس. انا افضل كده من الراب بصراحه، لان الراب مع التفاحه فين الوسط للتفاحه؟ بصوا يا جماعه ده الاي لاين ده ده مداري هنا ومداري الصدر ومداري الوسط ومداري كل حاجه، ده انسب حاجه. الاي لاين ده برديس اللي هي برضو مصممه اللي هي ملبساني انا النهارده برديس. انا برضو جبت حزام اللي هو ممكن برضو نحطه في اضيق مكان اللي عندها او تحت الصدر شويه اقل مكان فيديها اي لاين فيديها اي لاين وينزل. وبعد كده برضو ممكن تلبس الجاكيت اللي هو بيبقى عند حرف جنبها علشان بصي لبسي الجاكيت تاني، بصي الجاكيت كمان فيها نفس النقشه بتاعت الفستان بتاعي من ورا. طيب انا بس عايزاكي تقولي بس المعلومه دي تاني، ده طبعا سوري ده طبعا يداري يعني الجاكيت اساسيه مفضل لو مثلا كتافها عريضه، ليه حطيتي الجاكيت؟ حطيت الجاكيت علشان يديها شكل اكتر يعني السوليد، يعني يدي برضو شكل نفسها للاور جلاس. يعني لما احط الحزام والبس جاكيت وتنزل اي لاين فهيدي نفسها هيدي الشكل اللي هو الاور جلاس اللي هو اوكي. طيب بصوا يا جماعه اهو من ورا اوكي برضو اخترت الوان والالوان وهو وهو يا جماعه بعيد عن الاسود اوكي خالص بعيد عن الاسود. طيب انا بس عايزاكي تعملي حاجه ثانيه، بس ياخدوا ده عايزاكي توري لهم فين عليكي يحطوا الحزام عشان ما يحطوش عند ما تحطوش ابدا يا جماعه عند اعرض حته عندكم، لا لازم على عند اقل حته عندها يعني يعني هي بيبقى كده تحت بالظبط تحت الصدر. يعني هو بالنسبه للتفاحه اي حاجه تحت الصدر وتلبس وتنزل يا جماعه يعني الحزام تحت ولا ما تحطوش اوكي اوكي نشوف الاوتفيت اللي بعده. ويا جماعه تفاحه عريضه من هنا مش لازم اسود خالص، المهم الكات ده بقى اللي بعده ده الانفيرتد بودي شيب تريانجل بالظبط اللي هو بيبقى عريض كتافها عريضه ونازله على رجلين رفيعه اوكي دوت انا اخترت اللي هو ده من ده ديزاينر برضو مصري انا بجد والله العظيم دي النهارده انا عندي يعني تفاؤل والله العظيم دي ديزاينر دي برضو دنوش اللي هي بتاعت التوب بتاعت التوب اللي هو الرافلز ودي ديزاينر منى الشريف اخترت دوت كات أوكي. عادي هو كات هي اصلا هي عاملاه ان هو يبقى كات واحده واحده بقى كده كملي انا هظبط خلينا في التوب الاول. ليه اخترتي دلوقتي الانفيرتد تريانجل او المثلث المقلوب؟ عايزه الم شويه بالظبط يعني هو التوب دوت هو التوب ده ظهره وده وشه عشان لوس مثلا خليتي امسكه هنا احسن. لا يعني انا الشولدر ديت هو ده شولدر واقع فانا نفضل لا انه ده يبقى ملموم كده عادي عشان يروح لمملي كده كتفها بالظبط ودوت هيخش جوه السكيرت. السكيرت طبعا بليسيل اللي هو البليتد سكيرت اللي هي طالعه موضه ولونها فاتح فهي هتخن لها الحته ديت. طيب دلوقتي ده احنا نعمله كده وانت مختاره ده لوس عشان ما يبقاش ماسك على الجسم وباين عرضها او كبرها من فوق اوكي والسكيرت اي لاين وبليسيه علشان تكبر من تحت بالزبط. احنا عايزين هنا يا جماعه نصغر من فوق ونكبر من تحت، لا نصغر الكتاف هي عندها نصغر الكتاب من فوق يعني كنسها من فوق ونعرض شويه من تحت بالزبط. وتحت حاطه فيه نقشات والبليسيه ده هيعرض شويه.
والجسم ده مش مفضل نلبس من فوق حاجه ليكرا، ولا ممكن فينا ان احنا نلبس حاجه ليكرا من فوق؟ ما نلبسش حاجات اللي هي مثلا الاوف شولدر، ده هيعرض. ما نلبسش اللي هو البوت، اللي هو البلاوز التوبس البوت برده ده يعرضها. نلم الكتاف، يلم الستراكس. عايزين نلم الكتاف عشان نرجع تاني، ان احنا نرجع لازم شكلي اللي هو الاور جلاس. طب نشوف اللي بعده. اللي بعده للديزاينر اللي هي علا، برضو اللي هي عامله دوت. ده انا مختاراه للبنانه، انا بنانه. انت بنانه. اللي هو ريكتانجل، اللي هو المحيط بتاع الصدر زي تقريبا محيط زي الوسط، محيط. بس انت عندك وسط. لا ده انا عشان بقى لابسه حزام، ما هو ده حزام والبيبلم عامله بقى. عامله هو ده القصه. لا انت تخدعي يعني. انت لابسه صح. أيوة جدا. ايوه انا عامله. لكن انت من النوع اللي ما عندكيش وسط. لا ما عنديش وسط خالص. اوكي. ما عنديش وسط يعني، حتى باخد كورسات ستايلنج وكده. لا ما عندكيش وسط. معروفه ياسمين اللي هي الريكتانجل اللي هي البنانه. فانا اخترت الفستان ده، الفستان ده واسع واي لاين. ده المستطيل يا جماعه، عشان احنا عندنا صوره مستطيل ما عندناش بنانه. اوكي. فهنا النقشه هنا ودوت اوف شولدر، ممكن ان انا بلبسه وبكبر هنا الشولدر بتاعي، وبعد كده حزام يعمل لي وسط، وبعد كده ينزل على اي لاين فاداني شكل السعر. طيب دلوقتي انت هتحطي حزام عند وسطك بجد؟ اقل. اقل يعني فوق شويه الحته دي، زي ما انا عامله زي ما انت عامله. يعني انا مديه لابسه هنا مثلا جاكيت، هنا في نقشات او مش نقشات، حاجه كده مكبر لي الحته الصدر، وبعد كده حزام عمل لي وسط والبيبلم مع البنطلون اللي هو نازل اي لاين شويه، فعمل لي شيب. هنا برضو هنعمل نفس الحكايه، هنحط حزام فوق شويه. بالظبط. فوق شويه وده نازل اي لاين فيدينا احاء الوسط. طب هل ممكن برضو الريكتانجل او البنانه زي ما انت بتسميه ما نحطش حزام خالص؟ ممكن، بس شكلها هيبقى كده. هيبقى كده اهو. هيبقى مفيش اي حاجه خالص يعني. اوكي. اخر اوتفيت معانا، اخر اوتفيت جامب سوت، هو فيه بلاك بس. يعني انا بحب الجامب سوتس جدا، وهو طالع تريندي قوي عامه، اللي هو وانا بشوفه اكتر اوتفيت عملي. ده ينفع شكل جسمي ايه؟ الكوميترا، البير الكوميترا. طب كلمينا بقى. فوق فاتح. فهو ده هيكبرها هنا، في لمعه كمان شويه هيعرضها كمان هنا، وبرده الفابريك بتاعها خفيف، فده برده يديها مجال او يملى لها شويه. وتنزلي هتلاقي الفابريك تقل. وستريت ليج. فهيلمها. فاي حد يقول لا انا مش هقدر البس جامب سوت، لا انا هقدر. ممكن البس جامب سوت يعني. هو اهم حاجه الواحده بس تعرف الميجرمنتس بتاعه جسمها بالظبط، وتنقي عليه وتطلع من الكومفورت زون بتاعها. بس ياسمين خدي ده. طيب ياسمين هي برضو اللي مختاره لي الفستان، احنا من على التليفون قعدت اشرح لها نفسي واختارت لي. ليه اخترتي لي ده ياسمين؟ اولا انا معروفه بحب الالوان اصلا. يعني فانا كنت عايزه انك تلبسي حاجه الوان وتبقي يعني شكل مختلف. جسمك قريب من يعني ما بين اور جلاس والبنانا يعني. أوكي. انا شايفاه كده، فكنا عايزين ان هو يبان اكبر ويعني تديني فوليوم. قولي ياسمين اديني فوليوم، مش انت عارفه تديني فوليوم. اديكي فوليوم. فانا الفستان زي ما قلت لك ده من تصميم برديس. وكله كولرفول، فالالوان نفسها مدياكي فوليوم، ومنازل هو نازل اي لاين يعني. هو هنا في الخط الار دوت اللي هو تحت الصدر ونازل اي لاين، فمديكي جسم اللي هو الاور جلاس. دخلنا في الاور جلاس. بالظبط. عامل لك كده. طب قولي لي لو حاجه من الاشكال الاجسام اللي احنا عرضناها دلوقتي، مين يقدر يلبس حاجه زي كده؟ هل الكمتره؟ هل التفاحه؟ هل اللي يقدر يلبس الكمتره؟ الكمتره عشان نازل اي لاين. عشان نازل اي لاين. نازل اي لاين هيداري، مش هيبين خالص الفرق ما بين الاور. وانا برضو البنانه، برضو البنانه ممكن تلبسه طبعا يعني. لا انا بصراحه عاجبني ستايلنج لنفسك قبل ما هو ممكن ناس تقول لا حلو لا وحش. هو صح. عارفين يعني انتوا لما تبصوا على ياسمين يا جماعه، انا قلت لها انت عندك وسط، هي خالقه وسط. وانا بشوف ياسمين حاجه، انا بشوف يمكن اهم حاجه الوسط. لو خلقتي وسط لنفسك جسمك هيتعدل 90 درجه. بالزبط. يعني الناس دايما تقول بطني ماشي، اخلق وسط، اعرفي تخلق وسط. بالظبط. هو ازاي نعمل وسط؟ ياسمين بجد انا بشكرك جدا 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 جدا. اشكري كل ديزاينرز ومن على الهواء انا بشكركم، وانا مبسوطه ان في ديزاينرز من قلبي والله يا جماعه، ان احنا وصلنا للليفل ده. ياسمين جود لك، حابه اشوف تاني في البروجرام، لان بجد اديت لنا تيبس كتيره جدا، واكيد ناس كتيره استفادت. ايه رايكم؟ هنروح دلوقتي فاصل ونرجع لكم تاني على طول.
رجعنا لكم تاني، وزي ما قلت لكم في البدايه فقرتنا النهارده هتكون عن الميك اب وعن حاجه انتوا بجد بتطلبوها مني بقالكم كتير جدا، وهي الكونتورنج. النهارده هنتكلم عن الكونتور، هنتكلم عن ايه كونتور، هنتكلم بيتعمل ازاي، هل ليه مستحضرات خاصه، نقدر نصلح بيه عيوب ايه في البشره، نقدر نبرز بيه ايه. ضيفتي النهارده هي خبيره الميك اب دينا عادل. مساء الخير يا دينا ومنوراني، ومعانا ماضل مريم. صح، مساء الخير يا مريم. دينا، البنات عارفه كل شويه بيطلع موضه كده دلوقتي، موضه الكونتورنج، اكيد انت عارفه القصه دي. البنات كلها. والفكره ان بعد ساعات لما الكونتورنج يتعمل غلط بالذات عند المناخير تحس مناخير معوجه. صح، اوكي. فاحنا بس عايزين نفهم الناس الاول يعني ايه كونتورنج. تمام، هم مش خطين كده وخطين كده وبس، لا، الكونتور هو ببساطه هو انت بتعملي خداع بصري للناس. اوكي، اوكي. الغامق هو بيبقى لون غامق ولون فاتح على الوش زي ما بتشوفوا الخطوط دي، اللون الغامق ده اللي هو الكونتور، اللون الفاتح الهايلايت. اوكي، الكونتور بتحطيه على الاماكن اللي عايزه تداريها، والهايلايت بتحطيه على الاماكن اللي عايزه تبينيها. بس اكيد بدراسه شويه. بدراسه، ما يعني هم مش خطين كده وخطين كده، لا خالص. هم يعني حاجات بسيطه كده هنتكلم عليها واحنا شغالين. طيب، يبقى افضل. ديني قبل ما تشتغلي، بس هل الكونتورنج اساسي؟ يعني لازم كل الناس تعمل كونتورنج ولا بس حد عنده بصي يدي فوق يا محاسن؟ ما ينفعش يعني. مبدئيا الصبح وانت نازله في النور الطبيعي تحطي كونتور، وما ينفعش، اهم قاعده في الكونتور ان هو يبقى شيمري، ما يبقاش بيلمع خالص وما يبقاش جاي على لون اورنج، لان يعني الظل الطبيعي اللي ربنا بيعمله لنا بيبقى بني جراي. لازم لما تشتري الكونتور تجيبيه ما فيهوش اي شيمرز، ما فيهوش اي لون على اورنج، يبقى بني على جراي. والناس مش كلها محتاجه كونتور، هو بيبقى تظبيطات بس لو عندك مناسبه، عندك تصوير، عندك فرح. لا يعني قصدي هل في وشوش مش محتاجه كونتور؟ طبعا في وشوش يعني محتاجة. مفيش حاجه اسمها ان دي حاجه اساسيه في الميك اب، انت هعمل لك كونتور يعني هعمل لك كونتور؟ ما كانش موجود زمان. طيب، سؤال بقى اخير وهخليكي تشتغلي. هل الكونتورنج ده برودكتس معينه، ولا هل انا ممكن اعمله بكريم اساس غامق، ببلاش غامق؟ بالظبط كده، انت ممكن تعمليه بكريم اساس غامق، ممكن كونسيلر غامق قوي، ما توقفيش نفسك يعني. ممكن اي حاجه، لو باودر على بني فاتح شويه ممكن، لو ما عندكيش تحطيه يعني ممكن باودر، ممكن كونسيلر، ممكن فاونديشن. بالظبط، انا بصي ممكن بلاش حاجه تعطلنا، بلاش غامق بس ما فيهوش شيمر، وبرده يبقى جاي على بني مش على اورنج، ما فيهوش لمع. تمام. طيب، احنا عايزين بقى نبدا، مع ان انا مش شايفه ان هي محتاجه اي حاجه خالص بصراحه. ابتدينا جزء كبير عشان التايم معانا، فانا حطيت اوريدي الفاونديشن، بس برضو التريك عشان تحطي الكونتور ويدمج معاكي لازم الفاونديشن يبقى شويه طري، فانا بما اني حطاه من بدري شويه فهعيد عليه بسرعه كده. اوكي دينا، احنا قبل الكونتور بنحط كريم الاساس. بنحط بنحط طبعا البرايمر اللي هو بنهيئ البشره، برايمر، وبعد كده كريم الاساس. وبعد كده كريم الاساس. اوكي، بس انا بطريه بس كده عشان يتدمج معايا بسهوله. فقصدك ان انا دلوقتي لو هعمل كونتورنج لازم اخلي كريم الاساس ما ينشفش على جلدي قوي؟ على وشك. تمام، عشان تعرفي تدمجي، يعني لو هو نشف مش هتعرفي تدمجي البرودكت معاكي. اوكي، اهم بقى حاجه هنقولها، هما تلات عيوب في الوشوش المصريه كلها، اللي هو لو وش طويل قوي وعايزه يعني ادي كسره للوش الطويل ده، هنتخيل ان وش هي وش مريم مش محتاج حاجه يعني اموره ما شاء الله، هنتخيل ان هو وش طويل، فانا عايزه اقسمه ادي خداع بصري ان الوش ده قصر. أوكي. اوكي، اولا بتبداي الكونتور من عند نص الودان كده. اوكي، وهتعملي كانك بتعملي هوك كده. اوكي، كده احنا ادينا خداع بصري ان الوش اتقسم نصين. قصدك طويل واحده يعني وشي انا مثلا طويل ينفع معايا حاجه زي كده؟ والحركه دي كمان تعمل خدود جميله جدا، يعني انا كده كاني عملت لها خدين. اضحكي يا مريم، بصي لما تيجي تضحك انت كانك عملتي خدين. اوكي، اوكي. طب دينا عايزه اقول لك حاجه، كملي انت. أوكي، كملي. طب دينا دلوقتي انت بتقولي ان ده هو لو وش طويل، طب افرض وش طويل ورفيع زي دي، ما انا لما بعمل كده بحس ان انا وشي مثلا ايه دخل لجوه اكتر. لا، دخل لجوه لو انت نزلتيها على تحت الحركه اللي كله بيعملها، فانت بوظتي وشك. أوكي، انت عملتي الهوك ده، عملتي خدين، رفعتي الخدين. فالغلطه ان احنا بنقوم نازلين كده، لكن لازم نعمل هوك ده للوش الرفيع. بصوا بقى تركه بسرعه للوش التخين ده، اكتر عيب في الوش المصري، بتنزلي بيها على هنا على تحت كده، الحركه دي بتخسس الوش التخين. لا بالراحه بقى عشان الناس اكيد مركزه معايا. بجد ده هو للوش الرفيع، ده للوش الرفيع اللي عايز يعمل خدود او الطويل. أوكي، او الطويل ماشي، وما تنزليش بالكونتور قوي توقعي الخد. أوكي، لو وشك تخين هتنتجي كده وتنزلي بدي هنا، ده بيدي طول بيدي رفع فظيع. أوكي، أوكي، هي بقى قاعده انت عايزه تغمقي اللي انت مش عايزاه يبان. عندنا هنا جبين نصغره سنه. أوكي، عندنا هنا الجزء ده عايزه تصغريه سنه برضو، صغريه لو حد دقنه بارزه لبره يعني.
عايزه تصغريها. بعد ساعات كان بيبقى الفك هنا عريض، ممكن نحط بالظبط. بصي بقى طبعا من جمال يعني اي بنت ان هي عايزه اللي هو الجزء ده اللي هو الجو لاين يبان. فبتعملي كونتور تحت منه. اوكي، برضو من القاعده بتاعت الكونتور، لو غمقتي على الحاجه داريتيها، لو غمقتي تحتيها بينتيها بارستيها. تمام. وهي بقى برضو قاعده 1 2 3 يعني ثلاثة. بس مش بالشرط يا دينا ان انا لازم كل ده يتعمل. لا طبعا مش لازم كل ده يتعمل، هي ممكن تعمل الحركه دي بس تبين تبين خدها وخلاص. تمام. دي القاعده بتاعت الوش. وانت مستخدمه كريم اساس غامق عادي؟ كريم خالص. اساس غامق مش اسمها برودكت لل خالص عشان يندمج معانا بسرعه. بصوا بقى الحركه بتاعت المناخير برده، هم مش خطين وبس، لا الحركه عشان تعملي رفعه المناخير دي تيجي من هنا. أوكي. وتغمقي. أوكي. كده انا رفعت مناخيري كاني عامله لها عمليه تجميل، واهم حاجه ان الخطين البني دول يبقوا قريبين جدا من بعض. طبعا في مناخير بتبقى طويله ورفيعه، فما تطوليش الخط، تطوليها اكتر. لا يعني ممكن تبداي من هنا بس كده. طب معلش يا دينا عشان الناس تفهم اللي انت عملتيه ده، ايه العيب اللي بيبقى في المناخير عشان اعمل ده؟ يعني لو عندك مثلا الجزء ده تخين، انا غمقت اهو الجزئين دول، هي أوكي. مثلا مريم عندها دي اتخن شويه من الباقي، فانا عايزه ادي افكت ان مناخيرها صغيره جدا، فقمت عامله الخطين دول وقربتهم من بعض جدا، والحركه دي بترفع المناخير قوي. طب سؤال تاني يا دينا. طيب. لو في ناس بيبقى الحتت دي تخينه، تقومي جايه مغمقه من عندها. طيب هنا سؤال، لازم اعمل حاجه واحده ولا ممكن اعمل كل حاجه؟ لا عشان الايفكت. لا حاجه واحده مش لازم كله. لا ما اقصدش يا دينا، انا قصدي دلوقتي انت غمقتي هنا. تمام. لو انا جيت غمقت هنا كمان، ما الايفكت كله هيروح، ما كله هيبقى غالي. لا لو المناخير كبيره، لو غمقتي اللي كتير قوي، لا الايفكت مش هيروح. المهم اكتب انا عايزه الناس تشوف ايه. لو واحده مناخيرها كبير، انا عايزه الناس تشوف ده بس، وده فعلا اللي انا هعمله. الميك اب مش بيعمل عمليه تجميل، هو بيخلي الناس يشوفوا اللي احنا عايزين يشوفوه. طب سؤال بس عشان انا اتلخبط، يعني انا لو دلوقتي عندي مناخير عريضه من هنا، تمام، ومعندي وهنا هو برده عندي مشاكل، اقدر اعمل كل الانف؟ كل الانف هتعمليها. اوكي. لكن لو هي طويله قوي ما تطوليش الخط، تبداي بس الجزء ده. أوكي. وتغمقي دول. أوكي. وتفتحي بس الحته دي، الناس هتشوف الحته دي بس. نفتحه بايه؟ هتفتحيها بكونسيلر فاتح، هتفتحيها بهايلايتر، بيبقى فيه هايلايتر كريمي وهايلايتر هايلايتر ممكن حاجات، بيبقى برودكتس كده يعني مش بدون ذكر اسامي، يعني مثلا في باليتات كده اوكي بتبقى فيها الوان فاتحه والوان غامقه. اوكي. وطبعا بقى الكوركتور اللي هنتكلم عليه دلوقتي، ان انت بتعملي تصحيح للبشره. اوكي. في باليتات بيجي فيها اخضر واحمر وحاجات كتيره كده، انا مثلا تحت العين عشان اداري الهالات السوداء دي بحط اللون الاحمر. بصي فوق كلنا كمصريين او شرقيين من السهر تحت عينينا بيبوظ. فنداري الكلام ده ازاي؟ باللون اللي على محمر او على اللي هو البيتش شويه الخوخي. ده ايه؟ اي شادو؟ لا ده زي كونسيلر كوركتور. اللي انت كنت لسه ماسكاه. تمام. ده بيبقى كوركتور، بيبقى عندنا هنا مطرح يعني كعرب بيبقى في الاماكن دي بيبقى فيها اسمها تصبغات. اوكي. واللون بنكسرها باللون الاحمر. بنكسرها المحمر. باللون الاحمر. أوكي. اللون الاخضر ده للحبوب، هي ما عندهاش حبوب فمش هتطلع. طب هاتي ده عشان المغرب بيقول لي. بصوا يا جماعه، هي دي الباليت بتاع الكوركتورز، بيبقى فيه منها الوان كتيره زي ما قالت، الاخضر للحبوب، المحمر للحاجات التصبغات والهالات. اوكي. تمام. بعد كده بتعملي بقى الكونسيلر. بحط الكونسيلر. الكونسيلر تحطيه كانك بتعملي مثلث. اوكي. اوكي. ليه مثلث؟ مثلث عشان تاخدي كل المنطقة دي، طبعا احنا عاملين لها خد فمش عايزين نضيع اللي احنا عاملينه. رجعي شعرك بس سنة ورا. ليه مثلث بتقولي؟ سوري. بصي تيجي من جنب ده، يعني المساحة دي كلها لما تبقى فاتحة عند أي ست بتبقى تحفة طبعا. اوكي. اوكي. فجينا كده عملنا المثلث ده. اوكي. والجزء بتاع المناخير ده، في ناس كانت بتغمق الكونتور لغاية الآخر. لا ده غلط، أنت لما تفتحي هنا قد إيه بيحلي. اوكي. اوكي. عايزه ترفعي ضحكتك ممكن تعملي الحركه دي. اوكي. طب سؤال يا دينا كده، وانت بتشتغلي زي ما انت بتقولي مثلا الكونتورنج ما ينفعش يتعمل الصبح، بيبقى تو ماتش. طبعا. هل الكونتورنج وقت ما بيبقى عندنا تصوير ممكن نبرزه اكتر او نتقل ايدنا اكتر من طبعًا. الحياه العاديه؟ طبعا، لان الكاميرا، انا مثلا لو هنتكلم على البرايدز مثلا عرايس، بيبقى تصوير طول الوقت، ف
محتاجه ان انا اتقل لها. انت ممكن تعملي كونتور ما تبدايهوش بالكريمي كده، انت ممكن تبدايه بالباودرز، كونتور باودرز زي ما هنشوف هنعيد عليه. لكن لو تصوير او عروسه او الكلام ده لا، لازم الكريمي تشتغلي بيه طبعا، لانه بيدي اللوك اقوى. فما ينفعش واحده نازله كليه او واحده كل يوم في شغلها تعمل كل الخطوات دي، لا، ممكن تعمل الخطوه اللي هنعملها بعد دي. لا انا فهمتيش سؤالي قوي. انا قصدي ان طبعا اكيد واحده نازله الجامعه تقعد تعمل كده هي تتاخر تقعد لا انا قصدي ان التصوير فيكي، ان انت لو واحده عندها ديفوهات جامده قوي، في شايفيكي ان ايدك تتقل قوي وتداري لها كل حاجه غير الحياه العاديه. طبعا ممكن يبان اكتر في الحياه العاديه عشان الكاميرا، على اساس ان الكاميرا والاضاءه بتمتصلك شويه نسبه طبعا بنزود أوكي. كتير في التصوير. طب دلوقتي بقى هتدمجي كل ده على بعض ازاي وما يتلخبطش؟ بصي، بندمج الفاتح الاول. اوكي، يعني قاعده انك تدمجي الفاتح الاول. اوكي. هل لازم يعني السبونج بتاعتك مش الناس عارفينها قوي، هل في سبونج معينه ولا اي سبونج عند اي حد؟ اكيد في طبعا الحاجات اللي اكيد بنجيبها من بره بدون ذكر اسامي برده بتبقى احلى، بس اهم حاجه اي سبونج هتمسكيها لازم تبقى منديه، يعني أوكي. لازم تبقي بلاها عشان ما تمتصش البرودكت اللي انت شغاله اوكي بيه. تمام. طب سؤال تاني، الهايلايتر زي اللي انت حطيتيه على الانف، هل بنحطه في اي حته تانية في الوجه عشان نبرزها اكتر؟ اي مكان عندك عايزه تبينيه او عايزه تخليه حلو، يعني مش شايفه انا فتحت لها الخطين اللي عند فوق الشفايف دول بيبقوا حلوين لو بانوا، عملت لها هنا عشان عايزه ارفع البق كده وابينه، اوكي؟ عندي مكان حلو عايزه ابينه افتحه. هي قاعده بس ملهاش رولز كتيره قوي. فتحي اللي عايزاه يبان وغمقي اللي مش عايزاه يبان، انا عايزه الحته دي الناس تشوفها. طب هل ممكن يعني. انت طبعا بروفيشنال، هل ممكن لو واحده بعد ما تخلص خالص البيس كول هل ممكن بهايلايتر تعمل الموضوع ده؟ بهايلايتر باودر يمكن يكون اسهل على الناس من ما هو انا بصي بقى الخطوه اللي بعد كده. طيب احنا هنروح بس الفاصل وهسمع اجابتك بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع دينا عادل خبيره الميك اب. دينا عملتي ايه لياسمين؟ ياسمين صح؟ مريم سوري. عملنا بلند للكونتور، انا عاده بحب احركه كده بالبراش كده سريعا أوكي. وبقوم عايده عليه كده تاني. اوكي خلاص، ده مجناه وده مجنى الكونسيلر. اهم حاجه في الكونسيلر بصي فوق، بعد ما تدمجيه لازم بلوز باودر أوكي. تقومي حاطه على طول بعد ما تدمجي الكونسيلر عشان ما تجيش تقوليك ليه انا تحت عيني بيخطط او ليه ما بيثبتش والكلام ده. وعلى الباقي ما بتحطيش باودر يا دينا؟ بنحط باودر طبعا، اي حاجه كريمي لازم تحطي بعديها باودر عشان الميك اب يثبت. اوكي هنحط لوس باودر كده برده بس لونها شويه اغمق. الثانيه دي بتبقى اسمها ترانسلوسنت، اللي هي بيبقى لون شفاف، بتبقى مش بتبان، ملهاش لون يعني. اوكي بس تديها عشان نثبت بيها الميك اب. طب وليه ما بتحطيش على باقي البشره برضو ترانسلوسنت؟ ليه مدي لها ضي لون؟ يعني طبعا كافكت افضل انك تحطي حاجه اقوى وفيها لون. تحت العين بيبقى ترانسلوسنت لان تحت العين بيبقى ضعيف قوي، مش مستحمل بالظبط برودكت تقيله ولا كومباكت ولا اي لون، فبيبقى كفايه عليه قوي اللي احنا عملناه ده. تمام حطينا. دلوقتي هنعمل ايه؟ القاعدة ان احنا اي حاجة كريمي لازم نحط عليها باودر. ده انا حطيت الكونتور الكريمي، هرجع اعيد عليه بكونتور باودر. اوكي عشان نفس يعني انت أكتر. اوكي تبيني اللي انت عملتيه اكتر. اوكي تمام. فالغامق في الغامق والفاتح في الفاتح كله لازم يبقى أوكي. على بني شوية جراي. اوكي. طب وانت بعد كده بترجعي تحطي فوق الكونتورنج ده البلاش بتاعك؟ فوق منه برضه هوريكي في السريع كده ايه اللي بيتحط ازاي. يبقى درجه افتح اغمق بيبقى ايه يا دينا؟ البلاشر زي ما تحبي، في ناس بتحبه على بينك، في ناس بتحبه على يعني براونز. انت دلوقتي عملتي كونتورنج ملوش علاقه الكونتور لا ملوش علاقه، في ناس بتحب حسب ذوقك بقى. مفيش اغمق افتح اللي انا عايزاه. اللي انت عايزاه. طبعا الخطين بنرجع نعيد عليهم تاني زي ما انتم شايفين، بيبان بقى كانك عملتي عمليه لمناخيرك. يعني تدمجيهم على قد ما تقدري.
والتريكة بقى انك لما تفتحي جنبين الخط دول تفتحيهم بلون فاتح اللي هو الهايلايت الباودر زي ما قلنا. اوكي. بيبان قوي ان مناخيرك صغيره. واللي انت ماسكاه ده ايه يا دي؟ فرشه. لا 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 الباليت دي ايه؟ دي كونتور. كونتور. اه باليت كونتور وهايلايت، فيها الوان غامقه للكونتور والالوان الفاتحه للهايلايت. اوكي. اوكي. دلوقتي هنرجع نحط البلاشر. اوكي. بصوا بقى بنحطه سنه فوق الكونتور. فوق الكونتور. اوكي. اوكي. اوكي تمام. وندمجهم في بعض ولا مش جامد قوي؟ لا مش جامد قوي، مش جامد قوي فوق بس ما تضيعش الايفكت. وطبعا احلى حاجه اللي طالعه موضه جدا جدا طبعا الهايلايتر. اللي هو بيلمع شويه اللي هو الشيمر، بيبقى فوقيهم كلهم على العظمه دي عشان تظهريها. تظهريها. اوكي تمام. ممكن نحط الهايلايتر ده في حته تانية في الوش لو حابين، على اماكن. بصوا بقى ما ينفعش نحطه تحت، لا على العظمتين دول وعلى هنا التب. ايوه. أوكي. عشان تبيني بقى الحركه بتاعت رفع ممكن نشوف الهايلايتر عشان في ناس كتيره برضو لحد النهارده مش عارفه ايه. تمام. هو الهايلايتر كده في باليتات. اوكي. ده الهايلايتر زي البودره المذيعه يا جماعه اللي بتدي اللي فيها لمعه كده. تمام. اوكي. انا حابه يعني انا اوريدي مخلصه اكتر الميك اب، بس حابه ان انا اعمل قدامكم الايلاينر. ده كل الناس عايزه تعرف الايلاينر ده بيتعمل ازاي. الايلاينر ده بينفع مع اي رسمه عين ولا في رسومات عين تقول لها لا؟ بصي في طبعا عيون صغيره جدا يعني، بس لو نفسها تعمل ايلاينر ممكن تعمل الحركه دي بس اللي انا هعملها. أوكي. تقول لها افتحي عينك، افتحي عينك، او انت تبقي فاتحه عينك من عند الجزء ده. اوكي غمضي، بيبقى هو خط كده. أوكي. اوكي. وبترجعي بيه وتملي. لو واحده عينيها صغيره تعمل الخط البسيط ده ورفيع جدا وتحاول ان هي ما تجيش هنا زي ما انا عامله برضو، انا مش جايه هنا قوي. لا معلش يا سيم سوري دينا، ما تجيش فين؟ ما تجيش هنا لان عينيها صغيره. مش أوكي. مستحمله بس تعمل الوينج ده. الوينج ده بس. اوكي. اوكي. وتيجي تملى عايزه بقى تطخنيه ترفعيه، افتحي عينك كده اللي انت عايزاه، يعني عايزاه يتخن يرفع اللي انت عايزاه. ممكن تعملي الحركه دي مثلا، عندنا كتير بيحبوها البوزه وفي ناس ما بتحبهاش. غمضي. طب دينا سؤال تاني، ايه الاخطاء انت كخبيره ميك اب بتشوفيها في الكونتورنج عايزه تدي تيبس للبنات ليها؟ اللي لما بيبقى بيلمع. اوكي. ما اللمع لازم خالص ماسك. وما ينفعش يبقى على اورنج. بصي فوق ما ينفعش يبقى على اورنج خالص. في ناس بتحطه اوفر بيبقى كتير قوي، لو نازله في الصبح او كده بيبان، بيبقى شكله مش حلو. ما ينفعش نكتره، لازم ندمجه. ده اهم حاجه، البلندنج للكونتور يبقى صح. أوكي. ولازم تحطي عليه حاجه باودر عشان تقفلي الكريم اللي انت حطيتيه. ايه تاني الغلطات؟ ان هم الناس فاكره ان هو خطين بس. هو مش خطين. زي ما قلنا لو وشك رفيع عايزه تعملي غدود تعملي كده، وشك تخين تنزلي بالكونتور كده، هم مش خطين. قاعده ان انت بتغمقي اللي عايزاه يدارة، لو عندك جبهه، عندك هنا اللغد اللي عندنا كلنا، تغمقي الجزء ده كله. هي دي قواعد الكونتور، هو مش حاجه صعبه، بس انت لو فهمتيها هتعرفي قد ايه تخلي شكلك حلو. لو عملتيها غلط هتبوظي الدنيا. ليه؟ لان انت مثلا عايزه ترفعي وشك تقومي عامله حركه ممكن تتخنه، ممكن تعوجي مناخيرك. فيعني هي تريكات بسيطه بس قد ايه بتحلي. الحتت بقى دي ممكن برضو نحط فيها هايلايت، الاثنين دول اللي احنا كنا مفتحينهم اصلا. احنا ممكن كده اعملي شعرك حلو كده بقى، مش شعرك حلو كمان تاخد كلوز بس تفهم الناس. يعني انا شايفاه من هنا وشايفه كنت حاطه لها اوريدي ميك اب العين. ده الموضه بتاعت السنه دي اللي هو الالوان اللي هي الايرث كولرز دي. الوان الارض اللي هي اللي على محمره شويه وبنيات. حاجات بسيطه قوي، ممكن تعمليها مات، ممكن تعمليها شيمري زي ما انت عايزه. يعني انا يعني ممكن ده كل الايرث كولرز موضه السنه جدا جدا. والايلاينر مازال موجود. والايلاينر طبعا موضه. أوكي. وبعدين ممكن تحطي بقى على اللوك ده روج احمر وخلاص كده تنزلي يبقى تري شيك. انا عامله الحاجات كلها نود، يعني حاجات بسيطه. طبعا الخطوه بتاعت الحاجه بقى اللي فيها الشيمر او اللمعه او الجليتر هو موضه جدا جدا جدا. كانش موضه بقى موضه. دي برده حريه شخصيه ليكي انت، لازم برده تعرفي انت بتحبي ايه وتعملي. افتحي عينك.
دينا بشكرك جدا جدا جدا. يا ريت نقرب الكاميرا بجد. اللوك انا شخصيا عاجبني جدا، اوكي بجد ميك اب يجنن. بجد حابه اشكرك، بسطت لنا جدا موضوع الكونتورينج، واكيد هي قاعده بسيطه يعني بنات كتيره فهمتوا معانا النهارده. بجد بشكركم جدا، ميرسي. هننقل دلوقتي لفقره الاسئله والاجوبه. اتصال، ابداوا اتكلموا من دلوقتي. انا عندي من سماح حامد بتقول انا للاسف مشعره جدا وعايزه اعرف هل في طريقه تقليل من مظهر الشعر؟ طبعا ما اعرفش انت كنت متابعه البروجرام ولا لا، لما جبت فقره السوشيال ميديا عن البابايا، نبات البابايا ده اثبت فعلا ان احنا لو حطيناه على جسمنا بس باستمرار فعلا هيقلل موضوع نمو الشعر، بس لازم تبقوا عندكم صبر لان مش هيبدا يبان نتائج فعليه غير بعد 3 اشهر. لكن طبعا الوسائل الثانيه لو انت عايزه طبعا في ازاله الشعر بالليزر، بس قبل طبعا ما تعملي اي نوع من اي ازاله نعمل بس اختبار على الهرمونات، نتاكد ان هرموناتنا سليمه ما فيهاش اي مشاكل عشان الجلسات تعمل نتائج. داليا بتقولي انا عروسه وهتجوز كمان شهر، عايز اعرف اعمل ايه عشان يكون بشرتي ناعمه وفيها نضاره مبدئيا. طب ناخد الاتصال. اتصال من مين؟ مين؟ ندى معانا. ندى مساء الخير يا ندى. لا انا مش سامعه اي حاجه يا ندى. وطي صوت التلفزيون يا ندى شويه، مش سامعه حاجه. ندى طب حاولي تكلمينا تاني يا ندى. طيب العروسة اللي عايزة تهتم ببشرتها، أول حاجة خالص ديفينتلي كل عروسة دايما بتفتكر إن أنا هروح بيوتي سنتر أو سبا وعصاية سحرية هتنزل عليا وهكون زي القمر. أكيد البيوتي سنترز والسبا بتساعد، لأن لازم أكيد تعملي نتواياج، تعملي ماسكات، تشوف لك نوع بشرتك، تهتمي بيها وكل الحاجات دي، بس العناية بتبدأ من البيت. عشان تعتني ببشرتك لازم تعرفي نوع بشرتك إيه وتبدأي روتين اليومي بتاعك من الغسول، تونيك، كريم عين، كريم نهار وكريم ليل، تعملي السكراب، تعملي الماسكات بتاعتك، وبعد كده بنتجه لبيوتي سنترز بيفنشوا لنا كل الحاجات، بس لازم العناية من البيت ده لو عايزة بشرتك تبقى جميلة يوم فرحك. سعاد بتقول لي انا عندي 32 سنه وعندي مشاكل الشعر الابيض، ازاي اتخلص من الشعر الابيض نهائيا؟ هو طبعا الشعر الابيض ما بيبقاش ليه سن، بس برضه في اخبار السوشيال ميديا، والله انا بتعلم زيكم من اخبار السوشيال ميديا دي. كنا جبنا برضه قبل كده قشر البطاطس وان هو يتغلي، وبناخد الميه بتاعته وبنحطها على المناطق اللي عندنا فيه شعر ابيض بالاستمراريه. فعلا هو مش بيروح، يعني ما اقدرش اقول لك هيخش جوه فروه راسنا ويفتح لنا شعر، بس فعلا بيصبغ الشعر، انت يعني بيصبغ لونه بيغمقه. لكن كون ان انت تتخلصي من الشعر الابيض نهائيا طبعا ده حاجه صعبه، لان ما لقوش دواء لحد دلوقتي، يعني ده حاجه بتبقى طالعه من فروه وصعب طبعا تتخلص منه. معانا اتصال من ندى. مساء الخير يا ندى. مساء النور. اهلا وسهلا، اتفضلي. كنت عايزة طريقة طبية أسيل بيها الحبوب. إيه؟ طريقة وصفة طبية أسيل بيها الحبوب، يعني من غير مدريج الميك اب وكده. أنا مش بيان بيبان. وصفة طبية عشان تزيلي بيها الحبوب؟ طيب. هو مفيش حاجه اسمها وصفه طبيه، هو في حاجه اسمها ان انا الحبوب دي بالذات لازم اروح لدكتور، لازم نكشف، لازم نعرف نوع الحبوب، لازم ناخد الدواء ننضبط عليه ونعمل بالوقايه. اللي بتقدري تعمليه في البيت ان على طول تنظيف لبشرتك، غسول مخصوص للبشره الدهنيه اللي فيها حبوب، ماسكات تنظيف، تبعدي عن السكراب تماما، بس اهم حاجه ان احنا نصبر مع الحبوب. ممكن تاخد سنه، ممكن تاخد شهر، ممكن تاخد 4، على حسب تفضلي على الادويه ومع الدكتور ومنضبطه مع العلاج. للاسف وقت البروجرام خلص. يا ريت بجد النهارده كل فقرات تكون عجبتكم. تواصلوا معايا اكتر على صفحتي على الفيسبوك امينه شلبايه. اعدت البروجرام بكره الساعه 11، واشوفكم بكره برضو الساعه 6 وانتي احلى.